أهلا بكم. الثعبان دخل في حياتنا بشكل كبير، بنشوفه في كل مكان في كل حاجة، مو شرط أنه نشوفه كحيوان، لا، بنشوفه في الإعلانات، بنشوفه في الأفلام، بنشوفه في الملابس، أشياء كثير جدا، حتى الماركات العالمية دخلوا فيها الثعبان. لكن هل الثعبان حيوان أليف أو غير أليف؟ الثعبان هذا ثعبان سام، لكن سمه ضعيف، ما يقتل الإنسان. لو ملاحظين أنه ما بيأذي، ما بيعض، ما بيسوي ولا أي أكشن، ما له أي ردة فعل. إيش الحكاية بالضبط؟ هل عشان بيعرفني؟ هل عشان أليف؟ هل عشان أنا ربيته؟ الثعابين، وخلوها قاعدة، ما هي أليفة ولا حتكون أليفة في يوم من الأيام. الثعبان حيوان ما هو أليف ولا حيكون أليف في يوم من الأيام، هذه قاعدة عامة. إيش اللي بيصير بالضبط؟ ليش الثعبان الذي هذا ما بيأذي؟ الثعبان لما بنتعامل معاه في بيئته بيكون شرس، بيكون مؤذي، بيعض، بيلدغ، بيسوي أشياء كثير جدا. ليش؟ بيدافع عن نفسه. طيب، حاولنا معاه مرة، مرتين، ثلاثة، عضنا مرة، عضنا مرتين، حاول حاول حاول، في الآخر بيحصل عنده نوع من الخمول أو اللامبالاة. لما بنتعامل معاه بشكل مستمر، الثعبان بيعرف أنه حاول كذا مرة ما بيلاقي أمل، فبيأخذها من قصيرها وما بيعض، ما بيسوي ولا حاجة. في ناس تعتقد أنه إحنا بنولف الثعبان أو الثعبان يعرف صاحبه. الثعبان ما يعرف ولا أحد. الثعبان لو كان ما بيعض، ما بيأذي، لو سبناه في طبيعته، في البيئة تبعه، ما تعاملنا معاه لعدة أيام، حيرجع متوحش، حيرجع شرس زي ما كان في البيئة اللي هو عايش فيها. أي ثعبان نصطاده، أي حيوان نصطاده من بيئته، أكيد حيدافع عن نفسه. حتى الثعابين نفس الحكاية، بتدافع عن نفسها بأي طريقة. ما في ثعبان أليف. بنشوف ناس بيربوا ثعابين وبيهتموا بتربية الثعابين داخل المنازل، حاجة حلوة وحاجة جميلة وحاجة مطلوبة لو كان في فائدة من وراها، في تأمل، في إبداع، في دراسة، في مراقبة سلوك معين. لكن إيش اللي بيصير بالضبط، خصوصا في عالمنا العربي؟ اللي بيصير إنه واحد بيروح محل بيع الحيوانات، بيشوف ثعبان، اللي بيبيع أساسا المحل مو عارف إيش نوع الثعبان، بيبيعه وخلاص، لا يعرف سام غير سام، خطر مو خطر، ولا يعرف عنه ولا أي حاجة. إلا بيشتري الثعبان مجرد إنه عجبه الثعبان بيشتريه، بيجيب حوض بيحطه فيه وانتهى الموضوع. إيش يأكل، إيش يشرب، إيش البيئة اللي محتاجها، هذه كلها ما نعرف عنها ولا شيء. عشان نربي ثعبان داخل المنزل لازم يكون عندنا أول حاجة العلم والمعرفة. لازم نعرف إيش نوع الثعبان اللي بنشتريه، هل في خطورة، هل هو سام، إيش البيئة اللي محتاجها، إيش الأشياء الخاصة بالثعبان. ثاني حاجة نوفر له البيئة اللي محتاجها بالضبط، لأنه لو ما جهزنا له البيئة اللي محتاجها حيتعب وحيمرض وأكيد حيموت. أهم حاجة في الموضوع السلامة، لازم نهتم بالسلامة. السلامة أولا وأخيرا، ما نجيب ثعبان ونحطه في البيت وانتهى الموضوع، لا، نجيبه نأمن له مكان خاص، يكون المكان ده محكم، ما يقدر يطلع منه، لأنه ممكن يطلع ويأذي أي إنسان في البيت. حتى لو ما أذى أي شخص، ممكن يدخل في مكان صعب تطلع منه، ممكن يدخل في محل فيه كهرباء يسوي التماس كهربائي، يسوي أضرار كثير في البيت. ف
فالواحد عشان يبعد عن نفسه المشاكل هذه كلها يكون عنده علم ومعرفة يجهز للثعبان البيئة المناسبة له، والسلامة أول وأهم حاجة. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي متابعينا اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.